حيث تستأنف الدراسة اليوم بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وتجري امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب وجميع القائمين على المنظومة التعليمية. شملت الإجراءات الاحترازية ضرورة وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ كاشف حرارة وكمامات ومعقم ومطهر. وللمزيد نذهب لمراسلين من مختلف المناطق للاطلاع على استعدادات الجامعات لاستقبال الطلاب. معي زملائي إبراهيم عزة من جامعة القاهرة، الزميل كريم رجب من جامعة حلوان، والزميل أيمن عماد من إحدى المدارس بمحافظة الجيزة. والبداية من جامعة حلوان مع الزميل كريم رجب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام سير العملية التعليمية والامتحانات. تحياتي لك يا فيروز. يعني لا دخول الى او داخل جامعة حلوان الا بعد ارتداء الكمامات وايضا قياس درجات الحرارة بالنسبة للطلاب الوافدين على الجامعة لاستئناف العام الدراسي، وايضا اجراء الامتحانات الخاصة بالعام بالنصف الاول من هذا العام الدراسي. ايضا هناك توفير للعيادات الطبية، وتم تجهيز هذه العيادات بكافة الاجهزة والمستلزمات الطبية التي تساعد الفرق الطبية على تشخيص بعض الحالات اذا تطلب الامر، بالاضافه ايضا الى التدخل السريع اذا يعني بدا على بعض الطلاب بعض الاعراض الخاصه بفيروس كورونا او نزلات البرد المختلفه. وايضا هناك مجموعه من النصائح التي قدمتها اداره الجامعه هنا بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب تحت مظله مبادره تم اطلاقها هنا في جامعه حلوان، وهي احمي نفسك وصحتك تهمنا. هذه المبادره هي معنيه بالاساس بتوعيه الطلاب بطرق الوقايه المختلفة من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة أيضا إلى أنها قدمت أو أكدت على بعض الإجراءات الهامة لتجنب الإصابة مثل غسل اليدين، مثل عدم تبادل المستلزمات والأدوات الخاصة بكل طالب. كل هذه الأمور تم التأكيد عليها حفاظا على سلامة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من العام الدراسي، وأيضا للوقاية من انتشار فيروس كورونا. أيضا هناك قرار من إدارة الجامعة بإغلاق الكافيتريات وكل الأماكن التي كان من الممكن يتجمع فيها الطلاب، وذلك حرصا على سلامتهم، بالإضافة أيضا إلى تخصيص أماكن ومسارات إجبارية للطلاب في الدخول والخروج. أيضا هناك بعض أو انتشار لسيارات الإسعاف في أماكن مختلفة هنا داخل الحرم الجامعي في جامعة حلوان، بالإضافة أيضا إلى منع التدخين وغير ذلك من هذه الأمور التي تم التأكيد عليها حفاظا على سلامة الطلاب. وأيضا هناك يعني المجلس الأعلى للجامعات أيضا أصدر مجموعة من القرارات خلال الأسبوع الماضي، من أبرز هذه القرارات أنه يعني يجوز للطالب أن يتخلف عن الامتحانات خوفا إذا خاف من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي في هذه الحالة عليه أن يتقدم بطلب مكتوب أو يعني خطاب مكتوب لإدارة الجامعة، وفي هذه الحالة توافق عليه إدارة الجامعة ويتم استئناف الامتحانات أو دخول الامتحانات في وقت لاحق حفاظا على سلامة الطلاب وفقا ايضا للقرارات التي اصدرها المجلس الاعلى للجامعات. كل هذه الامور يتم تطبيقها هنا داخل جامعه حلوان حفاظا على سلامه الطلاب. عوده اليك مره اخرى في الاستوديو فيروز. الزميل كريم رجب اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.